سيسدل الستار على المنافسات الرياضية، ولكنه رفع على الأخوة والتعايش العفوي والمحبة تحت راية واحدة، راية العروبة بكل أبعادها من الخليج إلى المحيط. لا يسعني إلا أن أجدد شكري وامتناني إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي برؤيته وإرادته لم شمل العرب سياسيا وثقافيا. نجاح هذه الدورة هو إنجاز الشعب الجزائري الرائع، كل في مكانه، كبيرا وصغيرا، شعبا جمهورا ومسؤولا ورياضيا، في كل ربوع الوطن وليس فقط في 5 مدن. شكرا لأشقائنا العرب على الثقة التي وضعتم في وطننا العزيز. شكرا على تفاعلكم ومشاركتكم اللامحدودة في إنجاح هذه الألعاب الرياضية العربية في فترة جد وجيزة. تهانيا الخالصة لكل الرياضيين العرب المتألقين في هذه الدورة. موعدنا على أرض المملكة العربية السعودية التي ستحتضن بقلب رحب فعاليات الدورة 16 للألعاب الرياضية العربية. وهكذا أعلن رسميا اختتام الدورة 15 للألعاب الرياضية العربية الجزائر 2023.